تضرر مزارع الحنطة في مناطق شمال البصرة، والمزارعون ينتقدون غياب الجهد الحكومي، فلنشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مناطق شمال البصرة ومن مزارع الحنطة في مناطق شمال البصرة، الماء وصل إلى مستويات خطيرة. هذا الماء اللي قادم من محافظة ميسان، وأيضا الحاصودات قاعد تحصد الزرع. هو بعد ما مكتمل يعني الماء غرق أغلب المزارع الموجودة. شوفوا الماء وين وصل، أغلب المزارع غرقها، والآن حتى مسوين سدة يعني. وعلى أي دقيقة راح تنهار، وين إمكانيات الحكومة ما ندري. خسائر مئات الدونمات، كل شخص زارع له 200 و300 دونم، لكن ما أعرف وين جهود الحكومة، وين البوكلينات، وين الآليات، وين الاستعدادات لوزارة الري، الجهات المعنية. سيدنا الله يساعدك. الله يساعدك يا مسلم، حياكم الله أخوي. اخبار الماي واصل لك يعني، وراك هو الماي. والله انت شوف، انت بشوف العيل هذا الماي ماكو. بالنسبه لبينا كل جهودنا على حسابنا، ذاك الساتر ماكو. شوف انت شوفه، ذاك الساتر الثاني، ذاك اول واحد طق، الثاني هذا ماكو، هم سديناه كله على حسابنا. لا دوله شفنا، لا مساعده، لا جهد من الدوله. سلام ورحمه الله. يعني كل الجهود ما شفنا بالنسبه لنا لحد الان. يعني هسه شوف الزرع يعني باقي له 5 ايام، ردنا اي جهود من الدوله ما كل مساعده ماكو. هاي هسه جزاها مبلغ، هاي الناس ماكو مساعده شيء، بزعت الاهالي، بزعت الاهالي، الدوله ماكو. انت شوفها كل مساعده ماكو، يعني هسه واقفين. شوف شوف شركات حامينها جهد حتى الان ماكو، للعصر يشتغلون جهد. هاي الشركات والله، الشركات النفطيه، العفو الشركات النفطيه شوفوها محميه والحمد لله والشكر، وعليها دوريات خاف يجيها الماي. لكن مزارع المواطنين بدت تفيض وبدت تغرق، والان قاعد يحصدون، قاعد يحصدون الزرع، والزرع بعد ما مكتمل، ما مكتمل يعني. بس ايش يسوون؟ الماء غذاء. شوف هذا الماء احنا واصلين يعني، وصل لنا هذا الماء.